كيعجبوك لي بيبي؟ لا من اش من ناحيه؟ مازال ناحيه زعما باغي تولد وليدات صحاب واش داك الناحيه؟ لا 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 عاد بلا مش طرات مش كتقول تخلع صحاب واش تبغي التليفون. لا كيعجبوني لي بيبي بيان سور غنشوفهم يكونوا صغيورين ولكن كاينه واحد ما عرفتش واش تتفق معايا ولا لا، كاين واحد العمر فين صافي لي بيبي ما كيبقاوش زوينين. انا الصاد ما كنحملهمش من زيرو زيرو years old حتى 18 ما كنحملهمش. معاقين كتقول لبزاف تاع الناس اللي كيتفرجوا فينا دابا راك ما كتحملهمش ديريكت. ما كنحملكمش من منظور ديال اب ديال تكون عندي وليد هكا ولا شي حاجه. دابا يو ميك سنس دابا بلان. انا اي نيفر وان هاف بيبيز نيفر وان هاف كيدز فراسك تانايا ياك من واحد من واحد الناحيه ما مسؤوليه خاص شوف ملي تضمن راسك فهمتي وتضمن عارف باللي تقدر تجري تكون زعما تحمل المسؤوليه فريمون ماديا ومعنويا وكل شيء ديال واحد الولد اللي غادي تولد ما كنتيش محقق هاد الشروط كاملين ما عندكش علاش تولد. مزيانه ليك ومزيانه العالم كامل حيتاش ولد زايد كيعني يو نو فهمتي بزاف تاع بنادم بزاف الا كنتي تقدر توفر ليه كل شيء. لا ولد مع راسك تا 20 واحد راك في المغرب ولكن بغيتي دير خير في الفيوتور ولد واحد ولا ما تولدش. انا عندي نقول لك المنظور ديالي انا كي الفلسفه ديالي عندي اول حاجه بعدا رايت فاكت اب باش تجيب شي انسان جديد لهذا العالم الفاكت اب فهم. شفت البوان دو هذا البوان هو اللي كنت كنفيتي ندوي فيه وانا كندوي دابا هادي غير الاولى هادي بلا ما نتعمقوا فيها لحقاش الا دخلنا بوحدو ما غاديش نخرجوا. تشيك الاولاد موضوع بوحد موضوع ديال البودكاست. الحاجه الثانيه عاوتاني انا ايماتشور سير وعارف راسي راه دائما غادي نبقى ايماتشور ولكن كتزيد الماتوريتي ديك نورمال انا كتزيد الماتوريتي ولكن ماشي ديك الماتوريتي ديال انا اب مسؤول نقدر انت ايماتشور من الكوتي ديال لحقاش اصلا الولاد فهمتي ما غادي عارف راسك باللي ما غاديش تقد على الريسبونسابيلتي واصلا انا ما قدتش على الريسبونسابيلتي ديالي. You're not a daddy material. انا ام نوت داري ماتيريال انا اصلا ما كنعرفش ناكل كنعرفش نتيك كير اوف ماي سيلف. يلا خلينا داكشي زعما داكشي هيلثي وداكشي كتعرف انت حتى انت بارك الله و ليتس سي كاع انا ام ريتش از فاك و قلت لك ليتس سي انا كاع ريتش از فاك ياك كنت سمعت انا دابا كنت سمعت نقدر نتيك كير اوف البيبي ماديا ولكن معنويا كاع نقولوا حتى معنويا غادي نقدر نتيك كير اوف هاد وداكشي ولكن تخيل معايا الصوت 18 عام من حياتك غادي تحيدها بحال هكا وما غاديش تبقى ديالك غادي تعطيها له غادي حياتك كامله تولي هي داك البيبي. اي كان دو ذات انا سيلفيش دابا شوف راه انت يا دابا المنظور ديالي راك عندك انا كنتفق معك هاد اللعيبه اللي هاد الفلسفه اللي معتمدت انا فريمون ولكن اشنو كنت باغي نقول تنسات عليا الهضره يعني كنت باغي نقول لك واحد اللعيبه وتنسات عليا مهم. اوكي قلتي لي انا سيلفيش اوكي ما كتعتبرش سيلفيشنس هذاك راه غير لو فيت انك وعيتي بشي لعيبات اللي ماشي كلشي واعي بهم وصعيب توعى بهم ديال الفات انك ديال انها زعما الاسره از تراجيدي هذه راه معروفه زعما الا مشيتي تسوعتي بها راه غادي تعرفها بيان سيغ وتحس بها. الاسره از تراجيدي علاش؟ اولا كما قلتي ديك 18 عام ديال من حياتك انت كتحيدها لك دونك كتقتل الحياه ديال لي بارون اللي دوك لي بارون راه حياتهم كامله كما يصحابك عاشوا راه كانوا كيعانيو تما باش انهم يقدوا براسهم معاك يقدوا براسهم اما غادي يولدوا وغادي يفنيو حياتهم في الاولاد فهمتي وغادي يبقاو طاطاطا اما غادي يكونوا سيلفيش كما قلتي ويعيشوا حياتهم كما بغاو فهمتي
ومن بعد واحد ملي تعيا تقدر تتبنى ولد فهمتي و... انا اللي دايرها في راسي لي داكشي البيزنيسز ديالك انا اللي دايرها في راسي فاش زعما غادي نوصل لذاك لاج اللي غادي نبغي وصحابي هكا كاع الناس اللي قدي هكا كيولدوا وكيتزوجوا داك التخربيق انا I'll get a dog I love dogs اصاط داك الدوغ نعطي حياتي يستاهل ولكن بنادم No fucking way ضحكتي